لو الحكاية فيها إن فيتو سما طلعت على الأرض تشاوى فيه مدى حد يقدر يفرض عليا تاني تذكرتي بمزاجي تجربة فشل وتاني ما في ماتش الألتراس حضره وكسبنا فيه فقرين نجسة ثانية يا ابني ثانية يا أخي فاكرين الماتش اللي بنلعب مع الفريق الليبي الجمهور اللي قاعد على الرايس ذنبه ايه؟ الأسر يا باشا يا باشا تاني الأسر يا باشا يا باشا انسى فكر يا باشا فكر بس فكر في الأسر الأسر ذنبنا ايه يا اولاد مش عارف مين طلعنا من حسين مين اللي يسحب الام وتشتم لا العفو وشتم الدوله كلها النهارده العفو وسؤال واضح مين اللي دخل بلطجيه دول المدرجات فعلا فمفيش حد يجاوب مين اللي دخل بلطجيه تاني دول مدرجات وعايز اعرف مين محبوس عندهم غير الواد الكلب سيد مشاغب مين ومفيش ماتش تاني افتكروا كده العيال دي حضرته والزمالك كسب ما هات لي ماتش واحد فكرني بماتش يبقى طول ماتش شتيمه وقله ادب وسفاله كلهم والله سامعيني وشايفاني قطعت رقبتكم وحبستكم ومكمل معاكم والراجل فيكم يبقى يقرب من الاستاذ فيتو.